السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس تغريد عبد الحميد، معلم حاسب آلي من مدارس الأندلس الخاصة. عاملين ايه يا سنة تانية؟ يا رب تكونوا بخير. منهج الحاسب الآلي السنة دي بيتكلم عن تصميم موقع إلكتروني. هناخد في المنهج بتاعنا شوية تعريفات الخاصة بموقع إلكتروني، هنعرف ايه العناصر اللي أنا ممكن أضيفها في الموقع بتاعي. هناخد برنامج لتعديل الصوت اسمه برنامج اوداستي، هناخد برنامج لتعديل الفيديوهات اسمه برنامج اوبن شوت. هنعرف ازاي نعدل على الاصوات والفيديوهات عشان اقدر اضيفها في الموقع الالكتروني بتاعي اللي انا هصممه بلغة HTML على برنامج النوت باد. الدرس بتاع النهاردة هناخد فيه شوية تعريفات خاصة بالموقع بتاعي، هناخد شوية عناصر اقدر اضيفها لموقع الويب بتاعي. اول حاجة عندي تعريف موقع الويب. موقع الويب ده عبارة عن صفحة الكترونية واحدة او مجموعة صفحات مرتبطة ببعضها البعض تحت مسمى معين اسمه عنوان الموقع او الويب ادرس. انا بختار عنوان الموقع بتاعي على حسب الهدف والمحتوى اللي انا هحطه في الموقع بتاعي. طبعا مواقع الويب بقدر ازورها من خلال الكمبيوتر الشخصي او من خلال الموبايل الخاص بيك. تاني تعريف عندي تعريف صفحة الويب او الويب او الويب بيج. ده مستند بيبقى فيه محتوى الكتروني والعناصر اللي انا بقدر اضيفها في الموقع، وبيتم عرضه عن طريق شبكة الانترنت. بيتعرض من خلال المتصفح. متصفح الانترنت او مستعرض الانترنت فيه منه انواع كتير جدا، منها مثلا جوجل كروم او انترنت اكسبلورر او فايرفوكس، مايكروسوفت ايدج. في انواع كتير جدا من مستعرضات الانترنت ان انا بقدر اعرض بيها المحتوى الالكتروني. التعريف اللي بعد كده الصفحة الرئيسية او الهوم بيج. الصفحة الرئيسية دي اول صفحة بتظهر لي لما بفتح الموقع بتاعي. يبقى اول صفحة بتظهر في الموقع بتاعي اسمها الصفحة الرئيسية هوم بيج. دي من خلالها بقدر ان انا اخش على باقي صفحات الموقع. بعد كده نعرف عناصر صفحة الويب اللي انا بقدر اضيفها في الموقع بتاعي. اول حاجة الصور. انا بقدر اضيف صور في الكود بتاع الموقع، وبالتالي هضيفها في الموقع بتاعي. طبعا في برامج كتير جدا لتعديل الصور، درسنا السنة اللي فاتت برنامج جيمب بقدر ان انا من خلاله اعدل على الصور. طبعا في برامج كتير زي الفوتوشوب مثلا، ده برنامج محترف اكتر في تعديل الصور. بعد كده النصوص. انا عندي نص معين عايزه يظهر في موقع الويب بتاعي بقدر اضيفه في الكود بتاع الموقع. عندي بعد كده الارتباط التشعبي او الهايبر لينك. الارتباط التشعبي ده اي لينك بقدر اضيف موقع بضغط عليه فبينقلني لصفحة تانية. بعد كده الفيديو. طبعا عندنا البرنامج اوبن شوت لتعديل الفيديوهات، فبالتالي بقدر ان انا اضيف فيديو في الكود بتاعي. وطبعا في الاصوات بقدر اضيفها وبعدلها على برنامج اوداستي اللي احنا هناخدوه في الدروس الجاية. الفرق ما بين صفحة الويب الثابتة وصفحة الويب التفاعلية. عندي هنا مقارنة سريعة ما بين صفحة الويب الثابتة وصفحة الويب التفاعلية. صفحة الويب الثابتة ده محتواها ببقى مجهزه مسبقا، بيبقى حاجة ثابتة او محتوى ثابت بعرضه في الموقع بتاعي. ده بيستخدم لعرض المعلومات ومش بيحتاج ان انت تتفاعل معاه، يعني ما بيحتاجش تفاعل من المستخدم، هو بس بيتعرض له. بعد كده بعرف اللغة اللي انا بصمم بيها صفحات الويب الثابتة، وهي لغة HTML. دي بتستخدم في تصميم النوع ده من الصفحات. بعد كده عندي صفحات الويب التفاعلية. دي بيكون محتواها
غير معد مسبقا، انا ما بكونش مجهزاه، يعني حاجه بتتغير فبتكونش ثابته عندي. ديت بتحتاج تفاعل من المستخدم، بيبقى فيه تفاعل ما بين المستخدم والموقع. دي بتستخدم بالاضافه لغه HTML، بتستخدم لغات برمجه زي جافا سكريبت وبي اتش بي وكذا نوع من لغات البرمجه، مش بس دول.